للهلال و كان ودنا انه يتأهل لكن حظه وفر ان شاء الله. يقول اتصل يا حبيبي جعل صداتك ما هي من نصيبي ليت الإنسان لا حبي تحكم بقلبه يا حبيبي كيف أعيد بدونك كل يوم أتحرى تلفونك عقب ما كان واصلك كل ساعة منبه يا حبيبي المحبة عظيمة والمشاعر بعد صدك يتيمة كان كل يدور له على أدنى تسبه يا حبيبي. سلامتكم عذرونا على الصوت. سالم أبو سالم يعطيك العافية. أبو فارس إن شاء الله الحلقة الجاية ما